فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
اذكر الله. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله. أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فأفوز فوزا عظيما.
عليك يا فضيلة العالم. ما شاء الله. اذكر الله. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ف
فليقاتل في سبيل الله الذين يشكرون الحياة الدنيا بالآخرة. الذين
الذين والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال دكتور محمد يرضى عليك وقالوا القتال
قل متاع الدنيا قليل وقالوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة I'm
من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله ويقولون طاعة ويقولون طاعة
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله